تستضيف تشيلي بطولة كوبا أمريكا في نسختها 44 للمرة 7 في تاريخها، رغبة منها لحصد هذا اللقب المفقود في خزائن منتخب لاروخا بعد فشله في تحقيقه 4 مرات سابقا. وتضم البطولة 12 منتخبا لا يقلون عن صاحب الأرض والجمهور، ويتقدم هذه المنتخبات الأرجنتين واصيف كأس العالم الماضية بجانب الأوروغواي حاملة لقب النسخة الأخيرة، فيما يسعى منتخب السامبا البرازيلية لاستعادة هيبته القارية بعد خيبة أمله العالمية في كأس العالم عام 2014. وتحمل بعض المنتخبات آمالاً لمعانقة اللقب ككولومبيا والباراغواي، خصوصاً بعد الطفرة الكروية التي تعيشها منتخبات أمريكا الجنوبية بعد الاحتراف المتزايد للاعبي هذه القارة في أوروبا، مما يبشر ببطولة قوية ومثيرة في أقدم البطولات العالمية على مر العصور.